الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد في نشرة التاسعة تقدمها لنا سارة نديم. إليك سارة. شكراً لكم دينا ومصطفى. مشاهدينا هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة. أهلاً بكم. انطلقت بالقاهرة الاجتماعات السنوية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني. وخلال كلمتها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أنه من المتوقع وصول معدلات النمو إلى 4% خلال عام 2023-2024، لافتة إلى أن المتوقع جمعه من برامج الطروحات الحكومية حتى نهاية يونيو عام 2024 يقارب 5 مليارات دولار. أطلقت الدولة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمية مبادرة أيادي مصر، وهي منصة إلكترونية لدعم فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. تأتي المبادرة في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف للشباب. هنا من داخل معرض أيادي مصر بمحافظة الدقهلية، صناعة مصرية تنافس المنتجات المستوردة. معرض يعكس الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب من خلال إقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية. المعرض ده بيعطينا الفرصة اللي احنا نسوق المنتجات بتاعتنا. احنا بنعمل شنط هاند ميد، هي مصنوعة من القماش. بنعمل الباترون بتاعها، بنبتدي نخيطها ونعمل لها طباعة، واما بنعمل لها تطريز يدوي. الشغل طبعا هاند ميد بالكامل، منتج مصري بالكامل. طبعا المبادره بتساعدنا على تسويق الاعمال ديت بحساب انها تبقى متاحه للجمهور والمواطن بصفه عامه وباقل سعر، بحساب انه ياخدها مباشر من الفنان او المصمم اللي بينفذ بأوفر سعر وبأحسن جودة. مبادرة أيادي مصر هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وهو مشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب، والتي تؤدي جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. بالنسبة للمبادرة، مبادرة سيادة الرئيس، بصراحة نفعتني إن أنا ما كنت بنتج الشغل اللي أنا بنتجه، ما كنتش بعرف أسوقه وما كانش حد بيشوفه كتير، فالمبادرة نفعتني اللي هي ظهرت شغلي وبدأت الناس تتفرج على شغلي وبقيت اروح معارض تبع المبادره. اشتركت تبع مبادره ايادي مصر تبع المحافظه، هي وفرت لنا المعارض اللي احنا بننزل فيها، عرفت الناس بينا بحيث ان احنا نعرض منتجاتنا عليهم والناس تشوفها وتيجي تشتري. احنا مجموعه كده عارضين لهاند ميد، بنروح كل معارض، بصراحه بيوفروا لنا التسويق، وهم يعني عندهم عندهم حتة ان احنا نتسوق وان احنا مثلا يبقى منتجنا مثلا الناس تشوفه كتير، فهو بدينا اتاحة فرصة في المعارض كلها ان احنا نروح فيها. وايادي مصر اتاحت لي الفرصة ان انا اشترك في المعرض واسوق منتجاتي، انا ما كنتش بعرض اسوق منتجاتي، فلما اشتركت معاهم اتاحوا لي الفرصة في كده. الدولة وفرت لمبادرة أيادي مصر كل الدعم اللوجستي من معارض متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي مكنت هؤلاء العارضين من عرض منتجاتهم، وبات لمعرض أيادي مصر مريدون ليس فقط في المنصورة بل في أنحاء مصر بكاملها.
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.313 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1.900 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.800 مليار جنيه عفوا. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.4% ليبلغ مستوى 19577 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 22% ليبلغ مستوى 3831.98 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 53% ليبلغ مستوى 5643.19 نقطة. اختتمت أغلب بورصات الخليج التعاملات على ارتفاع بدعم من صعود أسعار النفط في قطر. زاد المؤشر بنسبة مع وجود أغلب الأسهم في المؤشر بالمنطقة الإيجابية، لكن المؤشر السعودي تراجع بنسبة 0.6%. قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شلوغينوف إن إنتاج روسيا الحالي من الغاز الطبيعي المسال لا يكفي لتلبية الطلب الكامل عليه في السوق الخارجية. وشدد وزير الطاقة الروسي على وجود طلب متزايد على الغاز الطبيعي المسال الروسي في جميع أنحاء العالم، خاصة من جانب المستهلكين الأوروبيين. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى مصطفى ودينا، إليكما. شكرا لك سارة نجيب.